الأسئلة مرة أخرى، وعندنا هذه الآية القرآنية يقول فيها السائل، يقول الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. السكوت والغضب ما العلاقة بينهما؟ نعم، في الآية الكريمة ربنا تبارك وتعالى يقول: فلما سكت عن موسى الغضب. هذه استعارة، وكأن الغضب طرف خارجي يثير موسى ويغريه ويأمره، فتجيش نفس موسى بالغضب، وبفعل ذلك الإغراء والأمر أتى ما أتى. وهذه الصورة تكشف عن شدة هذا الغضب، شدة الحالة التي بلغها موسى عليه السلام حينما رأى قومه يعبدون العجل، وهول الموقف الذي كان فيه، وعظيم الغضب لله تبارك وتعالى حينما رآهم على تلك الحالة. وهذا أيضا يكشف أن العلاقة بين الغضب والسكوت، لأن هناك قراءة سكون، فلما سكن، أن الغضب إنما يكون زواله بالسكون. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغضب، وأرشد من ابتلي بالغضب إلى، أرشده في مرة إلى الوضوء، وأرشده في أخرى إلى أن يجلس إن كان قائما، وأن يضطجع أو يرقد إن كان جالسا، حتى يسكن غضبه فيذهب ويعود إلى رشده. هذه الصورة في الآية الكريمة كما يقول يعني علماء البلاغة استعارة تمثيلية ومكنية، فشبه، حذف المشبه به، شبه الغضب بشخص يأمر ويغري ويدفع بموسى عليه السلام إلى أن يبلغ تلك الحالة. ولما، إما أن يكون ذلك بلطف من الله تبارك وتعالى، أو باعتذار هارون إليه، أو باعتذار هارون وقومه الذين اعتذروا إليه مما وقعوا فيه، هدأت نفسه. هذا الهدوء والسكون هو سكوت الغضب عنه. هذا هو ما يؤخذ من الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. هل كان ذلك الغضب طبعا متأصلا في موسى عليه السلام أم بسبب الموقف؟ لا، بل من لطائف معنى هذا التعبير القرآني أن حالة الغضب هذه ليست طبعا أصيلا في موسى عليه السلام. فتشبيه أن هذا الغضب كأنه طرف خارجي، كأنه شخص يغري ويدفع ويثير موسى عليه السلام، يشي بأن ذلك لم يكن من أصل طبعه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان لهول الموقف الذي رأى عليه قومه. ومع هذا المعنى اللطيف، وهو أن الغضب أو حدة الغضب لم تكن طبعا أصيلا، على خلاف ما يظنه كثير من الناس عن موسى عليه السلام، فإنها أيضا تكشف، تبين عظيم ذلك الموقف الذي رآه موسى عليه السلام. إذن سبب موضوعي وليس ذاتي. نعم، ليس ذاتي.